كتسمعوني دابا الأصدقاء؟ كتشوفوا ليكرو كاملين؟ عافاكم دابا راني غنخرج ما كنشوفش الكونفرساسيون ملي تبقاو تهضروا عافاكم تبقاو تحلوا الميكرو صافي واش كتسمعوني داكور واخا مرحبا بكم كاملين كنظن يعني مازال ما دخلوش كاملين مي ماشي مشكل كاين هنايا غير لي جي او ولا ان سي جي ولا كاين غير كاين حتى اف سي اف كاين معنا هنايا شي واحد من اف سي اف كنظن ما كاين حد سامعش مهم كيما قلتوا ليا صحاب اي جي او يلا عاد درتو البيلو سامارش دونك غادي نعطيو واحد التعريف للبيلو باش تعرفوا شنو هو هذا البيلو هذا وباش غادي يفيدنا وكيفاش غادي نتعاملوا معه دونك قبل ما نبداو في لي زيكزيرسيس غادي نعرفوا شنو هو البيلو كي كيكون هذا البيلو هذا دونك كما راكم شايفين معايا شايفين كاملين بكم ليكرو ياك داكو كما راكم شايفين هاد الطابلو هذا هو اللي كنسميوه البيلو هاد البيلو هذا شنو هو البيلو هو واحد الطابلو كيقدم لينا الحالة المالية والمادية ديال شي شركة كما كاينة هاد الشركة هادي ولا هاد المقاولة هادي ولا هاد المؤسسة هادي إلا وعندها واحد البيلون واحد الطابلو عادي سميتو البيلون هاد البيلو هادا كندخلو فيه كاع داكشي اللي كاين في الملكية ديال المقاولة ديالنا ماشي شي حاجة يعني غير واحد البيلو دايرين فيه دي يعني كان كلاسيو فيه هادوك الممتلكات اللي عندنا في المقاوله ديالنا دونك كما راكم شايفين هذه هي لا بريزونطاسيون راني ديجا وجدتها باش ما نضيعش الوقت هذه هي لا بريزونطاسيون سامبليفي ديال البيلون هذا البيلو هذا اول حاجه خاص تكون عنده واحد لا دات اول حاجه تكون عنده لا دات ديال البيلون ديالنا لانه البيلو راه حنا باش نعرفوا البيلو من البيلو خاص تكون عندنا واحد لا دات هذه اول حاجه ثاني حاجه ملي كنجيو نشوفوا البيلو ديالنا كنشوفوه مقسم على جوج واحد لا بارتي ديال لاكتيف والبارتي الثانيه ديال الباسيف دونك مزيان حنايا اول حاجه خاصنا نبقاو نفرقوا بين الباسيف وبين الاكتيف غنبداو بالباسيف الباسيف شنو هو الباسيف الباسيف هو اي حاجه كندخلو فيه ولا بصفه عامه في هذا الباسيف هذا هو دوك الحوايج اللي ما راهمش في الملكيه ديال لونتربريز ديالي يعني شي حاجه ما راهاش في الملكيه ديالي شي حاجه ماشي ديالي ما يمكن ليش نقول باللي راه هادشي هذا راه ديالي ولا هاد الفلوس هادو راه ديالي يعني ديال شي حد اخر واخا يكونوا عندي يعني انا شديتهم راهم بين يديا ولكن ماشي ديالي في الاصل ديال شي حد اخر من بعد يعني ندخلوا في الديتاي دونك هاد الباسيف كما قلنا هو شي حاجه ماشي ديالي هو دي زيليمون ماشي ديال لونتربريز ما يمكنش انا يعني ما كيدخلوش في الباتريمون ديال لونتربريز ما كيدخلوش في الملكيه ديال لونتربريز دونك الباسيف ها هو الباسيف فيه جوج ديال لي زيليمون فيه
لي كابيتون، هانتوما اول حاجه اللي هي لي كابيتون، ثاني حاجه اللي هي لي ديت. دونك هادشي اللي عندي في الباسيف. هاد الباسيف كامل عندي فيه جوج ديال الحوايج، عندي فيه لي كابيتون وعندي فيه لي ديت. شنو هما لي كابيتون؟ لي كابيتون هما رؤوس الاموال. ناخذ على سبيل المثال سي اسامه، ملي غادي يجي اسامه يبغي يكري واحد الشركه ولا واحد المكونه، خاصو ضروري يكون عنده واحد الراس المال، واحد الكابيتال، واحد لا سوم د لارجون، واحد لي بارني باش يكري بيه الشركه، يشري بيه اللوكال، يخلص بيه الاخر، يعني خاصو الفلوس اول حاجه ياك. هادي ولا هادو هما لي كابيتون، رؤوس الاموال. ثاني حاجه لي ديت. ما معنى لي ديت؟ لي ديت حنايا باش نسهلوا الماموريه، لي ديت هما الكريديات. الكريديات اي يعني اي كريدي، مادام انا لونتوبريز ديال السي اسامه، لونتوبريز ديالو غادي يبغي الفلوس، خاصوه الفلوس، يعني غادي يمشي يجيب واحد 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 القرض، واحد الكريدي، واحد لون بغا، يعني راه هذه كتحسب ديت. ديت ولا غادي يشري السلعه بالكريدي، اسامه غادي يشري السلعه بالكريدي. دونك هادوك الفلوس اللي كيتسلوا داك السيد الاسامه راهم سميتهم ديت. ديت باش نعطيكم واحد يعني التعريف شنو هما لي ديت. لي ديت هما هادوك الفلوس اللي كيتسالوا لينا الناس. لي ديت هادوك الفلوس اللي كيتسالوا لينا الناس. الناس يعني برات لونتربريز ولا داخل لونتربريز ما يهمنيش، انترن ولا اكسترن، المهم لي ديت هما الفلوس اللي كيتسالوا ليا الناس. كيما دايرين هاد الفلوس اللي كيتسال لي شي واحد، يعني هادشي علاش قلت لكم في الاول الباسيف هو شي حاجه ماشي ديالي. وراه هو السي اسامه شرا السلعه مثلا بالكريدي، يعني كيتسالوا مول السلعه 200 درهم مثلا، راه هذيك 200 درهم راه ديت غندخلوها في الباسيف. علاش؟ لانه السي اسامه راه سوا اليوم ولا غدا غادي يرجعها، غادي يرجعها لمول السلعه، راه ما غاديش يقي 200 درهم، راه غادي يعطيها، غيعطيها لمول السلعه. دونك دابا عرفنا اون جينيرال شنو هما لي زيليمو ديال الباسيف. قلنا الباسيف كيكونوا فيه لي كابيتون اللي هما رؤوس الاموال، الكابيتال ديالي، الفلوس ديالي، يعني من بعد نقول لكم علاش ما كنحسبوهمش ديالي. المهم، ولي ديت اللي هما هادوك الفلوس اللي كيتسالوا لينا الناس. دونك سامار هاد لي ديت، لي ديت بداتهم هاد لي ديت كينقسموا لجوج. عندي لي ديت، فهاد لي ديت هادو، واخا هاد لي ديت عندي جوج. عندي لي ديت الون تيرم، الون تيرم، وعندي لي ديت اموايا او بيان او كورتيرم. بالنسبه لي ديت هادوك الفلوس اللي كيتسالوا ليا الناس، عندي جوج ديال الانواع. عندي هادوك الفلوس اللي كيتسالوا ليا الناس لواحد الفتره، لواحد الفتره زعما صغيره، نقولوا واحد الفتره غادي نرجع ليهم هادوك الفلوس في واحد. لا اسمحوا لي، لي ديت الون تيرم هما هادوك الفلوس اللي كيتسالوا ليا الناس وغادي نرجعهم في واحد المده اللي هي طويله. ما معنى طويله؟ يعني بلوس انو اكثر من عام، يعني غادي نرجع هادوك الفلوس في واحد المده اكثر من عام ياك. ولي ديت اموايا او كورتير هما هادوك الفلوس راه خاص نرجعهم لمواليهم في واحد المده قل من عام. هذا هو الفرق اللي كاين يعني بين لي ديت الون مويان تيرم، ونعرفوا مازال فين كنكلاسيوهم في الباسيف. دونك لحد الان عرفنا لي زيليمو ديال الباسيف، عندنا جوج، عندنا لي كابيتون رؤوس الاموال، وعندنا لي ديت هما الكريديات. هاد الكريديات هادو عندنا فيهم جوج انواع، لي ديت الون تيرم يعني هادوك لي ديت اللي خاص نرجعهم في واحد المده اكثر من عام. مثلا السي اسامه مشى لواحد البنكه تسلف له واحد 10 د المليون وغيرجعها لها في 5 سنين
ياك هادي كتحسب واحد ديت الون تيرم. نفترض السي اسامه شرا هذيك ال 200 درهم ديال السلعه غادي يرجعها في سيمانه، سيمانه يرجع له 200 درهم المستلع. يعني كتحسب ا كور تيرم لواحد المده قصيره، ولا غادي يرجعها لها مثلا شرا واحد جوج المليون ديال السلعه وغادي يخلصها في 9 شهور. كتحسب لي ديت ا مويان تيرم يعني متوسطه الاجل ولا بحال هكا. دونك دابا غادي نجيو للباسيف ديالنا. في الباسيف هما ديجا لي زيكسبير قسموا لينا هاد الباسيف ثلاثه ديال لي كاتيجوري. عندنا الفينانسمون بيرمانونت اللي هو التمويل الدائم، التمويل الدائم. عندنا الباسيف سيركيلون اور تريزوروري، وعندنا تريزوروري باسيف. داكور، ولا حنا باش نسهلوا الماموريه هاد الباسيف سيركيلون او تريزوري باسيف غنجمعوهم ديريكتومون. يعني غادي نفترضوا الباسيف سيركيلون ماشي او تريزوري، الباسيف سيركيلون ديريكتومون. دونك سا مارش. غادي نجيو للفينونسمون بيرمانون. شنو هو الفينونسمون بيرمانون؟ فينونسمون بيرمانون هو التمويل الدائم بالعربيه. ما معنى التمويل الدائم؟ يعني هنايا في الفينونسمون بيرمانون كندخلوا لي كابيتون او لي ديت ا لون تيرم. كندخلوا الكابيتال ديالنا اول حاجه هنايا في الفينونسمون بيرمانون، كندخلوا لي كابيتون او لي ديت ا لون تيرم. صافي مفهوم؟ عندنا جوج د الحوايج هنا في الفينونسمون بيرمانون، كندخلوا لي كابيتون ولي ديت ا لون تيرم. شنو هما لي كابيتو؟ كوم يعني الكابيتال ديالي. هو السي احمد عنده مثلا 20 مليون، غادي يهز هذيك ال 20 مليون سنتيم وغادي يحطها في الشركه ديالو. دونك غادي يكتب 20 مليون في الكابيتال. ها هو عنده 200 الف درهم في الكابيتال ديالو عند السي احمد. صافي، يعني هذا هو المقصود بلي كابيتال. الكابيتال اون جينيرال هو رؤوس الاموال ولا راس المال، راس مال ديالك. لي ديت ا لون تيرم هما هادوك الفلوس اللي كيتسالوا ليا الناس، ولكن غادي نسدد هاد يعني هاد القروض هادو غادي نردهم لمولاهم في واحد الفتره كما قلنا بلي زانو، يعني اكثر من عام. سامارش مزيان. هنا في الباسيف سيركيلون عندنا لي ديت ديريكتومون، ديريكت بلا ما نفكر. اون فوا كنشوف الباسيف سيركيلون عندي لي ديت، لي ديت اكور ان مويان، ان مويان تيرم. عندي هنايا لي ديت ان مويان تيرم، و تريزوري باسيف عندي فيه لي ديت اكور تيرم. صافي، هادشي اللي عندي هنايا. اون جينيرال الا بغيت نلخص هادشي بالنسبه للباسيف سيركيلون، اون جينيرال، اون جينيرال عندي فيه غير لي ديت ا مويا اي كورتيرم. يعني هادوك الفلوس اللي كيتسالوا ليا الناس وغادي نرجعهم لهم هادوك الفلوس في واحد المده قل من عام. اون جينيرال قل من عام. صافي، حنا بلا ما نهبلوا راسنا نقولوا هنا ا مويان تيرم هنا ا كور تيرم. اون جينيرال بالنسبه للباسيف سيركيلو اور تريزوروري او تريزوروري باسيف، هادو كيدخلوا فيهم لي ديت ا مويا اي كور تيرم. كندخلوا فيهم مثلا عندي واحد القرض غادي نردو لمولاه قل من عام، ديريكتومون كيدخل هنا. من بعد مع الوقت مع لي زيكزيرسيس غادي تعرفوا الفرق بين الباسيف سيركيلون اور تريزوري و تريزوري باسيف. اما في الاسرى هادو كيتجمعوا ديجا. دونك سا مارش بالنسبه للباسيف، عرفنا شنو فيه. عندنا الفينونسمون بيرمانونت كنديروا فيه داكشي اللي كثر من عام. علاش هنايا باش ما نديروش الغموض؟ لي كابيتو، علاش كندخلوا لي كابيتو في الفينونسمون بيرمانونت ماشي هنا ولا هنا؟ لانه لي كابيتو المهم الباسيف، الباسيف اون جينيرال كنديروا فيه لي مويان دو فينونسمون، لي مويان دو فينونسمون. يعني هاد منين جبت الفلوس؟ منين جبت الفلوس؟ منين جبت؟ راه جبتو من لي كابيتو. راه الكابيتال راه هو موان دو فينونسمون، واحد يعني واحد الاداه التمويل ولا وسيله ديال التمويل.
واحد المواية ديال الفينانس، باش نفينانس يعني نشري الدار، نشري السلعه، نشري هادي، ندخل فلوس في البنكه في الاخر، انا خاص يكون عندي واحد الكابيتال. نفترض ان هذا الكابيتال تقاضى ليا، دونك اش غندير؟ غادي نمشي نجيب واحد القرض، غادي نمشي للبنك نطلب منهم يعطيوني الفلوس. دونك في الباسيف، نديرو في الباسيف، لحقاش حتى المواين فينونسمون تقاضوا ليا الفلوس، ما عندي باش غنخلص مول السلعه. اذا غادي نسجلها هنايا في لي ديت ا موان تيرم، مثلا في واحد 6 شهور قلت له الله يجازيك بخير السي عبد الرحمن، اعطيني هذيك السلعه الا بغيتي وغادي نرجع لك فلوسك من هنا واحد 6 شهور. يعني هذوك الفلوس راهم واحد الموان فينونسمون، راه لو ما كانش عندي هذا القرض هذا راه ما نشريش ديك السلعه هذيك. يعني هنايا راه اوتوماتيكمون الباسيف كندخلو فيه دوك الفلوس اللي ما كيتحسبوش ديالنا، صافي مشاو. راه بحال هاد الكابيتال هذا، راه واخا الكابيتال وراه ديالي انا فلوسي، ولكن راه هاد الكابيتال راه صافي طار، راه شريت فيه الطوموبيلات، شريت بيه السلعه، شريت بيه الاخر، راه خاصني واحد الوقت باش نرجع هاد الكابيتال هذا الفلوس، باش نرجعو فلوس. يعني خاصني واحد الوقت. داكشي علاش كنديروه في الباسيف، باش يعني راه هو سيتي موان دو فينونسمون. وعلاش كنديروه في الفينونسمون بيرمانونت بالضبط، يعني كنديروه في هاد لاكاز هادي اللي كنديروا فيها داكشي ا لون تيرم، يعني داكشي كتر من عام، لانه راه هاد الكابيتال هذا راه كيبقى عندي في لونتربريز حياتها كامله، راه ما يبقاش لي 7 شهور، نو كيبقى عام عامين على حساب الحياه ديال الشركه. راه ما يمكنش تلقاو شي اونتربريز هادو سجلوها، امبوسيبل تلقاو شي مؤسسه ولا شي اونتربريز ولا اون جينيرال تلقاو شي بيلون، شي بيلون وما فيهش الكابيتال، امبوسيبل. كي درتي نتايا سميتي هادي شركه وانت ما عندكش راس المال، كي درتي لهاد سميتو هذا، راه ضروري خاصك واحد راس المال باش دير هاد الشركه هادي. يعني هنايا دابا حاليا نعطيكم واحد لانفورماسيون، هادوك المقاولات الشابه ولا داكشي ديال الاخر اللي كيعطيك 80% ولا 70% ديال الكابيتال ديال كتعاونك به الدوله، وواحد 30% كيعطيوها لك القروض ديال المقاول الذاتي بواحد لانتيغي اللي هي والو كاع. هادشي هذا انت الا مشيتي عندهم كيقولوا لك، يعني كتقول لهم سمعوا راه انا الشركه ديالي راه ما عندي زيرو درهم، انا الشركه ديالي راه مأسسها على القرض، راه انا مشيت للبنك عطاتني 20 مليون وكريت الشركه، يعني راه ما غاديش نحط هذيك 20 مليون في الكابيتال، لا راه غادي نحطها في لي ديت، غادي نحطها في يعني في لومبغ في القرض ماشي في الكابيتال. وهما اش كيقولوا لك؟ كيقولوا لك حط لي هنايا درهم، الا قلت لهم ما عنديش درهم كيقول لك ها درهم عطيتو لك انايا، المهم انا سجل لي هنايا فلوسير سوسيال باللي عندك في الكابيتال درهم. يعني هذا الشيء شنو معنياته؟ انه ما يمكنش ما يكونش عندك الكابيتال. فهمتوا شنو بغيت؟ فهمتوا هذه القضيه ديال الباسيف كاملين؟ فهمتوا الباسيف الاصدقاء؟ داكور. دابا شنو داكور، دابا غادي ندوزو للاكتيف. الاكتيف باش ما نهبلوش راسنا، باش نكونو مكونسونطري ما نهبلوش الاكتيف، اي حاجه راه في الملكيه ديال لونتربريز. كيما دايره هاد الحاجه، كيما دايره، ياك ديالي، ياك مكتوبه بسميت الشركه، دونك غادي نحطها في الاكتيف. عندي الاراضي، عندي الطوموبيلات، عندي البطويات، عندي التيارات، عندي السلعه، عندي فلوس في البنك، فلوس في القجر ديالي، في لاكيس ديالي، عندي البوستة، عندي كنتسال حتى الى كنتسال للناس. اتونسيون، الى مثلا نفترضوا هنا السي، نرجعوا للسي اسامه، قلنا المره قلنا قبيلتي انه اسامه شرى واحد السلعه ب 200 درهم بالكريدي، يعني شرى بالكريدي، يعني هذاك السي عبد الرحمن كيتسال لاسامه 200 درهم، دونك راه السي اسامه راه غادي يسجلها هنايا، غيرجعها في 7 ايام مثلا، غادي يسجلها هنا، لحقاش ديت، لحقاش راه هذوك الفلوس كيتسالهم له السي عبد الرحمن. هنايا نفترضوا السي اسامه باع السلعه، السي اسامه باع السلعه، هو اللي باع السلعه بالكريدي، اسامه باع السلعه لعز الدين بالكريدي ب 100 درهم،
ياك وهذاك الكريدي فين غادي نسجلوه؟ راه غادي نسجلوه في لاكتيف. علاش غادي نسجلوه في لاكتيف؟ لانه هذيك ال100 درهم راه سوا اليوم ولا غدا ولا بعد غدا ولا شهر ولا 3 شهور، راه عز الدين غادي يرجعها، غادي يرجعها لاسامه. يعني راه اسامه كيحسبها هو، صافي راه شد الفلوس ديالو، شد 100 درهم ديالو، فاهمين؟ يعني هادشي. وفين غادي يسجلها؟ غيسجلها هنا، غيسجلها يعني سميتها كريونس. عقلوا على هذا المصطلح، هنايا لي كريونس، لي كريونس، لي كريونس. شنو هما لي كريونس؟ هما العكس ديال لي ديت، لا كونتر بارتي ديال لي ديت. لي ديت ندوي معاكم بالدارجه، شوفوا لي ديت هما الفلوس اللي كيتسالوا ليا الناس. دابا انا كنهضر بصفتي اونتربريز، انا كنهضر بصفتي اونتربريز، دونك الفلوس اللي كيتسالوا ليا الناس راهم سميتهم ديت. ولكن الفلوس اللي كانت سال للناس، يعني الفلوس اللي اسامه ولا عز الدين ولا لونتربريز كتسالهم للناس سميتهم كريونز. يعني انا ملي كنبيع شي سلعه بالكريدي، دونك انا كنتسال الفلوس لذاك الكليان، يعني سميتها كريونس. غادي نسجلها في الاكتيف ديالي. هادي غير واحد لاخر، اما مازال غادي نعرفوا هذا الشيء بالديتاي. دونك لاكتيف اون جينيرال هو اي حاجه راها في الملكيه ديال الشركه ولا المقاوله ولا سميتو ديالي، يعني اي حاجه في الملكيه. وحتى هنايا عندنا دي كاتيجوري وعندنا دي كلاسيفيكاسيون. عندنا الاكتيف ايموبيليزي. شنو هو هاد لاكتيف ايموبيليزي؟ لاكتيف ايموبيليزي هو هادوك لي زيليمو وهادوك الاشياء، هادوك الحوايج اللي راهم في الملكيه ديال الشركه ديالي وكيبقاو في لونتربريز ولا لا سوسيتي ديالي لواحد الوقت طويل، يعني اكثر من عام. هنايا غنعاود نكتبها، انا دابا غندير لاكتيف، سمحوا لي، عندي الاكتيف. في الاكتيف شنو عندي فيه؟ عندي فيه اول حاجه ليزي موبيليزاسيون، ليزي موبيليزاسيون، ليزي موبيليزاسيون بالعربيه هما العقار، هما العقاقير ولا المهم العقار. داك الشيء شنو هو العقار اون جينيرال؟ شنو هو العقار؟ هو شي حاجه كتبقى عندي في الشركه. ليزي موبيليزاسيون هما شي حوايج كيبقاو عندي في الشركه لواحد المده اكثر من عام. انا غنكتبها هنا، ندير بليس زان، يعني كيبقاو عندي في الشركه لواحد المده اكثر من عام، ياك. وعندي فيها لاكتيف سيركيلون. دونك هنايا بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي كما قلنا شي حوايج ولا لي زيليم ولا اي حاجه كما هي دايره هذيك الحاجه كتبقى عندي في الشركه لمده اكثر من عام. حتى هاد حتى نقولوا اسيدي حنايا بعنا لشي كليان ديالنا شي سلعه مثلا بشي 20 مليون لحقاش كاينين، وما غادي يرجع بالكريدي وما غادي يرجع لينا فلوسنا حتى دوز واحد العام ونص. راه كاينه حتى هادي، كاينه في الشركات الكبار كتلقى شي واحد كيشري من عندهم شي سلعه وما كيخلصهم حتى لواحد دوز واحد العام. دونك راه ما غاديش نسجلوها، راه هي كريونس. وي راه هي كريونس، كريونس ياك، ولكن كنسجلوها حتى في لاكتيف موبيليزي، لحقاش في لاكتيف موبيليزي كيدخلوا لينا حتى لي كريونس الون تيرم، الون تيرم كيدخلوا لينا لي كريونس الون تيرم. وهنايا لي كريونس ا مويان تيرم، ا مويان او بيان لون او بوين او بيان لون او بيان كورتير. يعني هنايا لاكتيف موبيليزي هي اي حاجه، اي حاجه كتكون كتبقى عندي في لونتربريز اكثر من عام. ساي بالنسبه لاكتيف سيركيلون وتريزوري اكتيف، هنايا هادوك الاشياء اللي راهم في الملكيه ديال لونتربريز ديالي ولكن قل من عام. مثلا بحال انا بعد كما قلت لكم اسامه باع ليا سلعه ب 100 درهم بالكريدي، يعني هذاك لاكريونس، هذاك كريونس، هذوك الفلوس اللي كيتسال الكليان ديالو غيرجعهم لهم مثلا في شهر، دونك غادي تسجلها في لاكتيف سيركيلون. ولا السلعه مارشانديز باغ اكزومبل، ولا المواد الاوليه ولا المنتجات ديالنا، داك الشيء. يعني السلعه، انا ملي غنمشي نشري السلعه واش غادي نشريها ونخبيها عندي في الشركه؟ نفترضوا مثلا واحد الحانوت، ياك
كتبيع المواد الغذائية. هاد الحانوت هذا ملي كيشري السلعة واش كيخبيها عنده عام؟ نو، راه كيبيعها تما، كاين فوا يشريها كيحطها، ما كدوز شهر شهرين، نقولوا حتى 6 شهور كاع، وكتباع له السلعة. يعني هذيك السلعة راه سيركيلون، راه في واحد الدوران، راه في واحد الحلقة سيركيلون، راه تماك سيركيلو، غير كدور. غنشري السلعة اليوم نبيعها مور غدا، من بعد سيمانة من بعد نشري السلعة ندير، ولا غنشري بحال الفران، الفران مثلا، البولونجري، الباتيسري، كيشري الملح، الدقيق، سميتو الشكلاط، هادي الحليب، هذا الزيت الاخر، يعني المواد الاوليه، لي ماتيغ بروميير. ملي كيشري هاد الشيء هذا راه كينتجو، كيدير لا برودكسيون باش يخرج لينا واحد البرودوي فيني، واحد المنتج النهائي اللي هو الخباز، الطاخت، الكرواسون، الاخر هادي، يعني داك الشيء كيبيعو. الى الباتيسري لا بزاف كتجيب له الخبزه يومين، الى بزاف، الى هاد الباتيسري ما خدامش كاع، يعني والو، ما عندوش الكليان راه في العروبيه كاع، يومين ولا نهار ونص غتجيب له الخبزه، ولا عاد ما تجيبهالوش. يعني دونك هنا كندخلو في لاكتيف سيركيلون، راه داكشي ديالي. وفي تريزوري اكتيف المعروفه كندخلو هنايا لي تريزوري، ولا بلا ما نديتايو كندخلو لي تريزوري، الخزائن ديالنا، لا بنك ديالي مثلا، الكونت بونكير. علاش كندخل لابونك هنا في لاكتيف؟ لانه راه هادوك فلوسي. علاش كندخل لاكيس في لاكتيف؟ لاكيس هو فين كنحط الصرف. انا ملي كتمشي عند البولونجري كيقول له كتعطيه 100 درهم، كيقطع لك 10 درهم وكيعطيك الاخر الصرف. راه ما غيعطيكش الشيك، نو غيعطيك الصرف. دونك هذاك الصرف هذاك كاين عنده في واحد سميتو تماك، سميتو لاكيس. دونك سا مارش، ولا عنده الفلوس في البوستا، ولا عنده دي زيفي، ولا يعني الفلوس هنا تريزوري. تبتو معايا مزيان، راه داكشي علاش كنفرقو هنايا، كنديرو اوغ، هذاكشي علاش كنديرو اشتي هي اوغ تريزوري، خارج الخزينة، يعني ما كندخلوش الخزينة. راه اون فوا انا نسوبريمي لكم هاد اوغ تريزوري، راه خاصني نسوبريمي حتى هادي، يعني اوتوماتيك مورا غادي يدخل لي هاد لابونكو هذا في لاكتيف سيركيلون ديريكتومون. راه حنا كنفركوه باش نسهلو المأمورية، كنفركوه كنديرو، يعني كنديرو اوغ تريزوري، لاكتيف سيركيلون اوغ تريزوري، وكات تريزوري بوحديتها. دونك قولوا لي فهمتو مزيان شنو هو هاد لاكتيف هذا وهاد الباسيف هذا مزيان. واش ما كتسمعونيش؟ وي خويا مزيان سامارش. واخا نسينا واحد الحاجه غنقولوها، وي لي كونت شيماتيك. داكور، واخا نكملو اون فوا، نكملو مع البيلو، ندوزو دابا لي كونت شيماتيك باش تعرفو لاخر ديالو. هنايا خاصكم تعرفو بلي البيلو ديالنا فيه 5 ديال لي كلاس. عندنا واحد الكتيب سميتو البلان كونطابل جينيرال ماروكان، ياك كنظن راكم كتعرفو. فهاد البلان كونطابل سميتو البلان كونطابل جينيرال ماروكان، فهاد البلان كونطابل عندنا فيه 10 ديال لي كلاس، 10 ديال لي كلاس. حنايا من هاد 10 ديال لي كلاس ياك كيهمونا في البيلو ديالنا غير 5 ديال لي كلاس، اللي هما الكلاس 1، الكلاس 2، 3، 4، 5 و 5 صاي و 5. الكلاس 1 هو ديال الفينونسمون بيرمانونت، هو هذا هو الكلاس 1. دونك غادي نكتبو هنا الكلاس 1، هنايا عندنا الكلاس 1، هنايا في لاكتيف موبيليزي هو الكلاس 2 ولا لا ماس 2 صافي. الاكتيف سيركيلو اور تريزوري هو الكلاس 3، الباسيف سيركيلون اور تريزوري هو الكلاس 4. هنايا في تريزوري اكتيف و تريزوري باسيف عندنا كلاس 5، كلاس 5 ديال الخزينة كتجمع فيه مجموع. دونك هنايا عندنا الكلاس 5، حتى هنايا عندنا الكلاس 5، ولكن كنفرقوهم بلي روبريك. هنايا عندنا الروبريك
51 وهنايا عندنا الغوبريك 55. هادشي غنشوفوه يعني نتوما باش ما تهبلوش راسكم، تبعوا معايا مزيان باش ما تهبلوش راسكم وتعرفوا شنو هما الفرق وكيفاش نتوما عقلوا غير على هاد 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 لو تراسمون، هل فينونسمون بيرمانونت لاكتيف ايموبيليزي لاكتيف سيركيلو اور تريزوري الباسيف سيركيلو اور تريزوري والتريزوري تريزوري اون جينيرال الباسيف هنايا والاكتيف هنا. نتوما باش تعقلوا على لي كلاس شوفوا شوفوا كي جاو، جا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، كيفاش غادي ديرو؟ بقاو تسطرو خمسة هانتوما، ها غادي نسطر خمسة، ها غندير هكا نرجع ونسطر خمسة ديالي، أنا كنكتب خمسة، كنبدا من هنا ملي كنكتب خمسة في الورقة ولا خمسة عادي، كنبدا هانتوما كنبدا ها كنجي بحال هكا، ما يمكن ليش نكتب شي لاخر هنا، تسنى نعطيكم مثال. هانتوما ملي كتكتبو خمسة كديرو بحال هكا ياك، كديروها كتهبطو وكتسطرو خمسة ديالكم، وهي هادي حتى هنا تبداو من هنا تسطرو هكا الكلاس دو تهبطو الكلاس ثلاثة الكلاس ربعة وتكملو خمسة ديالكم. دونك هادي غير واحد واحد يعني واحد سميتو اكسبليكاسيو باش تسهل عليكم الاخر. دونك مزيان هنايا غادي نخدمو واحد ليكزيرسيس وغادي ندوزو لي كونت شيماتيك، دوزو لي كونت تيماتيك باش تعرفو اصلا الا عرفتو كيفاش كيتمشاو لي كونت هنايا في البيلو راه غتجي عليكم ساهله كي يعني لي كونت تيماتيك. خويا اسامه قول لي في لي كونت تيماتيك واش درتو غير سميتو التريتمو ديال حتى الكلاس 5 ولا دزتو لي شارج لي برودوي؟ شنو في لي كونت شيماتيك واش درتو التريتمو ديال لي كونت ديال البيلو صافي ولا درتو حتى لاخر حتى ال سي بي سي يعني الكلاس 6 و 7؟ داكور سا مارش مزيان. واخا هنايا عندنا هنايا هاد نخدمو هاد ليكزيرسيس هذا شنو عطاونا هنايا سال هنايا عطاونا واحد دونك ليكزيرسيس ديالنا قال لنا او ديبي دو موا ماي 2020 علي فودري اوفرور اون انتربريز ابلي شي علي بور لا كرياسيون اي لابورت ان ايبارني دو 400000 ديرهم. قال لكم هنايا في البدايه ديال الشهر 5 ماي 2020 علي بغى يحل واحد المقاولة يسميها شي علي، ها هو سميها شي علي، وباش يحل هاد المقاولة هادي إلى بورت أن إيبارني دو 400000 درهم، وباش يحل هاد الشركة كما قلت لكم كان عنده واحد لي بارني كان عنده واحد لي ادخار كان مخبي شوية د الفلوس، شحال كان مخبي؟ 400000 درهم. دونك اوتوماتيكمون قولوا لي شنو هي هاد 400000؟ راه هي باش كريا الشركه، شنو هي 400000 كونطابلومون كيفاش غنسميوها؟ برافو عليك صافي هي الكابيتال. دونك هنا اول حاجه ديريكت باش ما نهبلش راسي غنجي نديرها نكتبها ديريكت غندير الكابيتال مادام هنايا قالوا لنا السي علي هو اللي كريا. دونك اول حاجه غادي نديرو لا دات، لا دات عندكم تنساو لا دات، اين فوا تنساو لا دات راه مشى لكم البيلو، اين فوا تنساو الداتا راه خاصكم داتيو البيلو ديالكم. هنايا شنو عندنا؟ غنديرو البيلون بلونتربريز، شنو سميت هاد لونتربريز؟ سميتها شي عالي فوكاش او برومي. قالو هنايا او ديبي دو موا ماي يعني هادي او برومي ماي 2020 هذا هو الاخر ديالنا هذا هو الداتاج ديالنا. دونك غادي نجيو نديرو اول حاجه قالوا لنا عنده واحد لي بارني حطوا واحد لي ابورت ان ايبارني حطوا واحد الكابيتال ديال 400000 هنا قالوا لنا عالي يعني غير واحد السيد واحد السيد بحال قلت لكم اسامه بغى يكريي الشركه يعني غادي يكريها بوحدو غادي الشركه ولا المقاوله راه ديال اسامه بوحدو راه حتى هنايا راه هنايا عالي عالي بوحدو. دونك ملي غنجيو هنايا غادي نديرو كابيتال بيرسونيل كابيتال بيرسونيل
يعني هذاك الراس مال يعني شخصي، ماشي ديال في ما فيه الشركه، بيرسونيل. هذاك النيميرو دو كونت ديال الكابيتال بيرسونيل هو 1117، 1117. دونك غادي نكتب 200000 ديالي. من بعد هنايا بقاو كيعطيونا يعني شنو دار هاد السي عالي هذا. شرا واحد المكازا ب 200000. شنو هي هاد المكازا؟ شنو غادي نعتبروها هاد المكازا؟ قولوا لي كي شنو غنعتبروا هاد المكازا. شرا واحد شرا واحد الدار، واحد واحد سميتو، شنو غادي نعتبروها؟ غادي نعتبروها يعني هي اصلا غادي شنو هي؟ برافو عليك، اكتيف ايموبيليزي. علاش اكتيف ايموبيليزي؟ لانه اصلا انايا الى الى كتهضروا في الشطر ما كنشوفش الشطر، انتم راكم شايفين مبارطاجي ليكم. علاش غادي نعتبروها اكتيف ايموبيليزي؟ لانه هذا عقار، هاد المكازا هادي ماشي غادي تبقى عندي شهر. حنايا خليونا من ديك الفكره ديال نبيعوها، اي انا نقدر نشري الطوموبيل دابا من بعد مور غدا ولا دوز شهر نبيعها، ولكن واخا هكاك راه غنسجلها في الاكتيف ايموبيليزي. راه هي في الاصل القيمه ديالها ملي كتدخل عندي لونتربريز كنعتبرها واحد العقار، واحد ليموبيليزاسيون، يعني انا كنشوف فيها بحال مكتوب عليها اكثر من عام. دونك هاد الدار هادي غنديرو مكازا، هاد المكازا هادي بشحال شريناها؟ ب 200000. شرينا المكازا ب 200000. هنايا سمحوا لي الكابيتال 400000، سمحوا لي الكابيتال 400000 ماشي 200000. مكازا ب 200000. دونك حنايا غادي نحتارمو البلان كونطابل شنو مكتوب فيه. في لي مكازا كيدخلوا لينا في لي باتيمون ولا في لي كونستريكسيون، في البنايات. الا مشيتو معايا البلان كونطابل غادي تلقاو تماك 232 في لي زيموبيليزاسيون، 232 كونستريكسيون. دونك حنايا غادي نديرو 232 واحد باتيمون، باتيمون البنايات، ولا يعني شرينا واحد الباتيمون راها باتيمون. دونك سا مارش. من بعد شرينا واحد ان فيلو موتور، شرينا واحد واحد الموتور، شرينا واحد سكيغو ولا واحد واحد الموتور ولا واحد سميتو، المهم واحد الموتور باش نبقاو. تقدر تكون هاد سميتو هاد الشركه هادي ديال واحد الغيستورو مثلا، يعني هاد الغيستورو راه خاصني واحد الموتور باش نبقى ندير ليفغيزون. يعني شريت واحد الموتور، الموتور كي تا هو راه ايموبيليزاسيون، كيدخل لينا في لي ماتيريال، ماتيريال دو ترونسبور، وسائل النقل. هو واحد الماتيريال دو ترونسبور، شريتو بشحال؟ ب 15000. مزيان. من بعد شنو عندي اخر؟ عندي دي غايوناج اي كونطوار. شنو هما لي غايوناج اي كونطوار؟ شريت الرفوفه لي كونطوار ولا الخزانات، فاش غادي نبقى نحط السلعه ديالي؟ انا ملي غنشري السلعه راه ما غاديش نحطها في الارض تدير تبرد ليا ولا تجي عندها سميتو الحشرات ولا، يعني غادي خاصني نتهلا في السلعه ديالي. دونك شريت ليها واحد شريت ليها الرفوفه درتهم في الحيط، شريت ليها هاد الخزانات غنبقى نحط فيها السلعه. دونك هاد الشيء هذا كيدخل لينا حتى هو ايموبيليزاسيون، لحقاش هاد الخزانات راه ماشي كنرميهم في 4 شهور، راه غيبقاو عندي في لونتربريز اعوام الى والو كاع واحد العامين. كيدخلوا لينا هاد الشيء في لي موبيلي دو بيرون، راهم دي موبيلي، لي موبيلي دو بيرون، لي موبيلي دو بيرون نيميرو دو كونت ديالهم 23 51، صافي حتى هما في الكلاس 2. لي موبيلي دو بيرون، لي موبيلي دو بيرو شحال عندي؟ 40000. ها نتوما كيما راكم شايفين معايا، راه هنايا طلبوا منا نديرو البيلون ديال السي عالي في 2020، يعني ها هو عادي كنجي نحط هادشي، هادشي كنرتبو كنكلاسيفيه في البيلو ديالي، في الطابلو ديالي. داكشي اللي شرحت لكم قبيله هنايا كندخلو هادي وهادي وهادي، داكشي اللي كندير هنا كنشوف داكشي اللي كتر من عام ماشي من عقلي. راه كاين عندي قلت لكم داك الكتيب ديال البلون كونطابل، راه هو اللي كيعاونني اون فوا انا غير كنفكر. عندي الدار، دونك الدار كتر من عام، غادي نهز البلون كونطابل ديالي نمشي للكلاس 2. الدار عندي الدار يعني، وكنحط
عندي دي مارشانديز، لي مارشانديز هما السلع، السلع عندي السلعة، السلعة راك انت ديجا شرحت ليكم باللي راه ما يمكنش السلعة تبقى عندك اكتر من عام، دونك غندخلها في لاكتيف سيركيلون. ها هي مارشانديز بحال هكا، مارشانديز 3111 النيميرو دو كونت ديالها 3111، مارشانديز شحال عندي 130000. سا مارش، علاش كنحطها في لاكتيف سيركيلو؟ لانها راه تما ترانا هاد 130000 غنبيعها غادي نعاود نشري شي حاجه اخرى راني تماك، يعني كندير ما يمكنش تبقى عندك اكثر من عام، راه ماشي عقار هادي سلعه. درنا لوفيرتور ديال واحد الكونت بونكير ديبوزينا فيه 10000 درهم، مشينا للسياش بونك حلينا الكونت بونكير ديالنا وعطيناهم 10000 درهم اللي هي مليون سنتيم. شنو هي هاد لوفيرتور دو كونت؟ يعني غادي نمشي لابونك ديالي نكتب عندي في الليستة ديالي باللي الكونت بونكير ديالي فيها 10000 درهم، صافي غادي ندير الكونت بونكير ديالي فيها 10000 درهم، غادي نحطها فين؟ حتى هي كتدخل في لاكتيف سيركيلون بالضبط في التريزوري، كتدخل لي في التريزوري اكتيف. علاش في تريزوري اكتيف ماشي باسيف؟ لانه اكتيف راهم فلوسي، راه انا مشيت حطيت 10000 فلوسي حطيتهم براسي في لابون، يعني في لاكتيف شي حاجه ديالي، شي حاجه ممتلكه ديالي هادي. علاش بالضبط في تريزوري اكتيف؟ لانه حنا الفلوس اللي راهم فلوس يعني كنشوفوهم فلوس، راه حتى الباتيمون ماتيريال مارشانديز راهم فلوس، راه هو القيمه ديالهم، ولكن الفلوس اللي راهم فلوس يعني فلوس فوقاش ما مشيت نجبدهم راهم فلوس، كندخلوهم في تريزوري في الخزينه. دونك غادي ندير بونك، بونك نيميرو دو كونت ديالها 5141 بلون كونطابل 5141، غادي نجي ندير ديميل ديالي في لابونك. سا مارش. من بعد شنو عندي اخر؟ درنا ديبو اون كيس، هزيت واحد ال 5000 درهم حطيتها في لاكيس ديالي، حتى هي لاكيس كاينه في تريزوري اكتيف، دونك غندير كيس شحال عندي فيها 5000 درهم. دونك هانتوما مزيان، يعني هاد القضيه واضحه ما عندناش فيها شي اشكال. عندنا هنايا حطينا هذاك الشيء ديالنا كامل، ها هو لي بارني ديالنا، الكابيتال ديالنا حطيناه، ها هو عندنا شرينا واحد المغازا يعني باتيمو ها هي 200000، شرينا واحد الماتيريال دو ترونسبور اللي هو واحد الموتور ب 15، واحد الموبيلي تبيعو ولا دي موبيلي تبيعو ب 40، شرينا يعني ديد السلعه 130000، حطينا في البنكه ديالنا 10000 وفي لاكيس ديالنا 5000، دونك باينه ما عنديش اشكال. شنو بقى دابا؟ غادي نحسب التوتال، غادي نحسب التوتال اكتيف، غادي نشوف هاد لاكتيف هذا، غادي نحسب التوتال ديالنا. دونك مزيان، عندي 200000 زائد 15 زائد 40 زائد 130 زائد 15 اللي هي 400000، ها هي 400. غادي نجي ديريكتومون نحط 400000 هنا في التوتال اكتيف، وبلا ما نفكر، ما نفكرش اوتوماتيكمون كنجي نحط 400000 هنا في الباسي بلا ما نعرف شحال عندي في الباسي، اوتوماتيكمون كندير توتال اكتيف ايغال توتال. هاني نكتبها لكم هنايا بالاحمر وبونغغاي، ها هي توتال اكتيف كتساوي لينا توتال باسيف، هادي ما يتناقشوش عليها، هادي ما يمكنش يحيدها شي واحد. كنهزو توتال اكتيف، هو كنهزو وكنحطوه ديريكت توتال، كنبدا بلاكتيف. علاش؟ لحقاش انا ملي كنمشي نحسب واش خاسر ولا رابح، اش كندير؟ كندير داكشي اللي عندي ناقص داكشي اللي خسرت. يعني بحال انا مثلا عندي واحد لاخور، الا بغيت نحسب شحال يعني عندي ديال، عندي انايا ديال الربح، انا عادي ما عندي لا شركه لا والو، عندي بورتابل، عندي واحد 100 درهم في الجيب، عندي واحد 100 درهم في البنكه، عندي واحد السبرديله، واحد سميتو، واحد المونطو، عندي هادي، غنحسب الثمن ديال هادشي كامل اللي هو ديالي، راه ديالي ماشي ديال شي حد اخر، ياك؟ شنو غادي نقص بيه؟ غادي نقص بيه داكشي اللي خسرت. السي محمد عبد الرحمن كيتسال ليا 100 درهم، السي عبد اللطيف كيتسال ليا هادي، وانا ديجا باش نشري هاد الشيء هذا، نشري هاد المونطو، نشري هاد السبرديله، خصلت عليه في وايكيكي واحد 300 درهم، يعني وكنحسب الريزلتا، وداك الشيء اللي عندي هنايا راه لاكتيف، هو داك الشيء اللي ديالي،
والباسيف هو داك الشيء اللي خسرته. دونك انايا ديريكتومون باش ندير التوتال باش نخرج الريزولتا واش رابح ولا خاسر، غادي نهز التوتال ديالي اكتيف، يعني داك الشيء اللي عندي 400000 كنحطو هنايا ديريكتومون، يعني التوتال اكتيف يساوي التوتال باسيف ياك. وكنعاود نمشي نحسب نشوف الباسيف ديالي شحال كيساوي، ديريكتومون هنا الباسيف كيساوي 400000. علاش؟ لانه هذا البيلو هذا البيلون انيسيال، البيلون دوفيرتور، البيلون يعني دو كونستريكسيون. واحد البيلو راه قالوا لنا هنايا السي علي يلاه عاد كيكري لونتربريز، يلاه عاد بغى يكري، دونك ما يمكنش يكون رابح ولا خاسر. راه يلاه عاد هذا السيد عنده واحد 40 مليون سنتيم وبقى يحط فيها وبقى يوزعها، نشري الطوموبيل، نشري الموتور، نشري السلعه، نشري صافي، ما عنده راه البحر خسار. دونك مزيان هنايا فهمتوا هاد يعني هاد المساله هادي سامارش؟ الا فهمتوا قولوا لي واش ندوزو ليكزيرسيس دو ولا الا ما بغيتوش ندوزو ليكزيرسيس دو ندوزو لي كونتيماتيك، شوفوا نتوما اللي بغيتو. نتسناكم. وي كنسمعكم. اي تفضل يا مدام. اي يا مدام قولي لي سميتك بعدا. شوف يا مدام نعيمه نقول لك ما كنتش بغيت ندخل في هاد التفاصيل، ولكن مادام ذكرتيهم ما عليش نشيروا ليهم. عندنا كما قلنا هاد البلون كونطابل، راه هاد البلون كونطابل داروه دي زيكسبير مرتب داكشي. ها نتوما كيفاش مرتب؟ على حساب هنا يعني لا ليكيديتي ولا المهم باش من هنايا على حساب داكشي اللي سمحوا لي الحمد لله، على حساب داكشي اللي نقدر فلوسو دغيا نجيبهم. بحال شوفوا نبداو من التحت، لاكيس دابا انا نضرب لاكيس ديالي نجبد شحال ما عندي ديال الصرف، هذا دابا 5000 درهم دابا الا بغيت دابا نجبدها، نمشي لاكيس نجبدها. لا بونك راه ماشي غير نمشي ونجبدها، نو خاصني نمشي للكيشي ندير لاخور، يعني شويه صعيبه باش نحولها للفلوس، باش نشد الفلوس ديريكتومون نطلعو مارشانديز سلعه، ماشي بحال لا بونك راه ديريكتومون انا اون فوا نمشي نجبد الفلوس ولا نمشي للبنك نطلب منهم يعطيوني الفلوس، ولكن السلعه لا، راه السلعه خاصني نبيعها، راه خاصني حتى نبيعها نقلب على شكون يشريها عليا عاد نجيب هاد 130000 نطلعو معاها هاد لي موبيلي الا بغيت نبيعهم باش انا نشد هاد 40000 هادي نرجع فلوس نبيع هاد لي موبيلي دبيرون. خاصني واحد الوقت ماشي بحال السلعه راه ان فوا انا كنلونسي انا كنبيع السبرديلات ديريكتومون، ولكن لي موبيلي يعني شويه صعيبه، لي ماتيريال ترونسبور، لي باتيمون، لي تيغا، لي فون، يعني هادشي على حساب كي طالع، على حساب كيفاش انا، على حساب الصعوبه ولا على حساب المده كيفاش نقدر نرجعهم فلوس، كيفاش هاد لي باتيمون نرجعها فلوس. هكا مرتب البلون كونطابل بالنسبه للاكتيف، بالنسبه للاكتيف هكا مرتب، يعني مرتب على المده اللي نقدر فيها نرجعها فلوس هذيك اللي هذاك لي ليمو هذاك. نتمنى تكونوا فهمتوني. وبالنسبه للسؤال ديالك انت اللي قلتي لي واش نحترموا هذا الترتيب، وي ضروري انا كنهضر لكم داكشي اوفيسيالمون، وي ضروري الترتيب، لانه البلون كونطابل مثلا هنايا غادي نمشي ليكم لي باتيمون كتلقى النيميرو دو كونط ديال لي باتيمون 2321 ياك، غتهبط الماتيريال دو ترونسبور غادي تلقى النيميرو ديالها 2340، غادي تهبط عاود لي موبيلي دبيغو غادي تلقى النيميرو دو كونط ديالهم 2351، زيدي غتهبط لي مارشانديز غادي تلقى النيميرو دو كونط ديالهم 3111، غادي تجي لا بونك غادي تلقى 5141، لا كيس 5161. يعني هادشي شوفي غير الترتيب ديالو، شوفي الارقام 23 23 23 من بعد 21 40 51، كندوز هنا للكلاس 3 من بعد هنا للكلاس 5 ها 51 51 مزيان، من بعد هنا عندي 4 6، يعني مرتب هادشي مرتب على حساب البلون كونطابل
خاصكم ترتبوا في لي زيتا دو سانتيز ديالكم، ولا بالضبط في البيلو ترتبوا داكشي على حساب البلون كونطابل، كيما راه في البلون كونطابل تحطوه هنا، ماشي تجيو ديروا لي هنايا باتيمو تسبقوا لي الموبيلي وديروا لي لاخور، ولا تسبقوا لي لاكيس على لابون. حاليا زعما في الاس ان نورمال نورمال ما يحكرش ليها البروف، لانه عارفك اولا انت، يلا عاد في الاس ان يلا عاد كتعرف على الدومين يلا عاد هادي، ولكن انا كندوي هادشي قانونيا الترتيب. راه كاين واحد البرانسيب ديال من لي سيت برانسيب كونطابل سميتو برانسيب دو كلارتي. كلارتي شنو كيقول لينا؟ كيقول لينا انا خويا انا كونطابلي عافاك ما دير ليا هادشي مديتاي، انا ما تخربكليش عقلي انايا، نبقى تلقى لاكيس الفوق لا بونك التحت المارشونديز في هنايا سابقة الباتيمون، كي درتي لهادشي؟ هادشي عليه عقوبته، عليه دي بيناليتي يعني نورمالمون. كنهضرو على هادشي اوفيسيالمون على حساب القانون ديال ما عارف 19 88 ولا 9 88. المهم مزيانة مادام ناعمة. غنمشيو للباسيف عاود. في الباسيف كيفاش كنديرو؟ كنرتبو هداك الشي عاود على حساب البلون كونطابل كي دارو ليه هما، على حساب حتى هنايا داكشي اللي نردو في واحد الفتره يعني قليله دغيا غادي نرجعها. بحال انا الا كتسالي لابونك هنايا شي حاجه تقدر لابونك، لابونك انا عندي 10000، اون فوا تكون عندي ناقص 1000، ناقص 1000 يعني لابونك كتسالي 1000، راه ما غاديش نجي ونكتب هنايا ناقص 1000، راه ما غاديش نحط لو سيني مو هنا في البيلو، نو ما غاديش نحط ناقص 1000، اوتوماتيكمون كنرجع هاد لابونك من في الباسيف وكندير 1000، كنحيدها ديريكتومون من الاكتيف، يعني كنحيدها من الاكتيف وكنديرها في الباسيف كندير 1000 1000 ديريكت. يعني شنو معنيه 1000 في الباسيف؟ في لابون، لابون كتسال لي 1000 درهم، يعني هاد لابون راه دغيا راه 3 ايام 4 ايام اون فوا يدخلوا لي الفلوس لابون تقطعهم. هاد الفورنيسور ولا هاد السيد هذا اللي شريت من عنده السلعه بالكريدي راه عنده واحد المده قصيره، راه كما قلنا هنايا عندنا لي ديت اكور تيرم، هنا لي ديت ا مويان تيرم، يعني لي كور تيرم كيكونوا قدر كل من شهر كاع، في سيمانه في ساعه في الاخر كيكونوا هاد لي ديت. لي باسيف سير كيلو كيكونوا لي ديت ا مويان تيرم يعني شهر شهرين حتى العام، وهنايا في الفينونسمون بيرمانون كيكونوا عندي اكثر من عام. هنايا علاش كندير الكابيتال الفوق كاع عاد كندير لي ديت ا لون تيرم لتحت؟ لانه الكابيتال راه ما نقدرش نتوشيه، رانا نجبد الكابيتال راه خاصني بزاف د التعقيدات باش نحيد الكابيتال نقص من الكابيتال. مفهوم الاصدقاء؟